الجزيرة. النهاردة أنا عندي 69 سنة ورا النادي الأهلي، يعني 60 سنة كورة ورا النادي الأهلي في جميع استادات مصر كلها. جمهور الأهلي جمهور كورة، بيروح لجميع المطوشة اللي في أنا رحت أسوان، رحت تونس، رحت جميع البلاد، يعني ما خلتش ماتش للأهلي لما رحته. نادي الأهلي كيان كبير، قيمة كبيرة جدا في مصر، في أفريقيا، في الوطن العربي، بجماهيره، تاريخه، بطولاته. فرق كبير طبعا بين جمهور النادي الاهلي واي جمهور تاني في الماتشات. يعني انا كلاعب وانا نازل الملعب بحس برهبه، بحس بان انا عايز اعمل كل حاجه في الكوره من صوت الجمهور وصوت التشجيع من اول دقيقه لاخر دقيقه. في وقت من الاوقات بيبقى فيه تعب في الماتش شويه، لا مع تشجيع الجمهور لا، انت بتبقى عايز تدوس اكتر واكتر، بتبقى عايز الماتش ما يخلصش غير وانت كسبان. الجمهور هو العامل رقم واحد، انه اللاعب يعمل مجهود اكتر ولا انه يجري اكتر في الملعب ويحاول انه يكسب اكتر، يعني عشان يفرح الناس اللي موجوده. انت بتبقى عايز تعمل كل حاجه عشان الناس دي بتبقى قاعده في الملعب، عايز تتمتع وتنبسط باللعب، فده بيفرق طبعا غير لما يبقى الملعب ما فيهوش جمهور. فلا طبعا الكره من غير جماهير مش حلوه. اي فريق في العالم لما بيكون عنده استاد بتاعه دايما بيسموه هوم، بيلعب على ارضه، على ملعبه، جوه بيته. كان دايما لينا حلم ان النادي الاهلي يبقى ليه استاد. بيفرق طبعا لما تخش الاستاد بتاعك، تخش اوضه اللبس بتاعتك بتلاقي صورتك على الديسك بتاعك، بتخش على الحيطان بتاعتك موجوده فيها صورك وصور اللعيبه، بتدي روح للعيبه، بتخش ملعبك بتلاقي المدرجات كلها لون التيشيرت بتاعتك، الملعب طبعا بنبقى حافظينه. لا بتفرق تفاصيل كتير يعني، فطبعا ما تتوصفش غير ان هي تكون البيت. الاستاد دوت استاد الرعب الجديد. نفتتح استاد ويل الاهلي وبنفخر بان احنا موجودين في سمارت ستاديوم، اول سمارت ستاديوم موجود في مصر. احنا كان هدفنا ان احنا نعمل منظومه سهله وتفاعليه، من اول ما الجمهور بيقرر انه يحضر الماتش، الطريقه اللي بيحجز بيها تذكرته، اللي بيلاقي بيها كرسيه، ويوم لما الظروف تسمح ان الاستاد يتملي بالجماهير، الاستاد هيبقى جاهز لاستقبالهم. كان أحلى فرحة بالنسبة للجون اللي دخلوا عماد متعب، كان في آخر ثانية في الماتش، الجماهير كانت قاعدة تقول قبل الجون ما يدخل تقول يا رب يا رب يا رب، لحد الجون ما دخل وتمت الفرحة للنادي الأهلي وجماهير مصر كلها. دي السمة بتاعتنا، أنت فاهم، يعني بعد الدقيقة 90 خلاص كل الناس عارفة إن الأهلي هيكسب، حتى اللعيبة لما هي بتبقى جوه في الملعب بتبقى عارفة بعد الدقيقة 90 اللي إحنا هنجيب جون. يعني خلاص الماتش ما بيخلصش غير مع صفارة الحكم، حتى لو انت ربنا مش كرمك في الماتش او في تعادل او خساره، لا احنا في اخر دقيقه ممكن نجيب جول. النادي الاهلي ما فماش حاجه الا الانتصار والفوز باللقب، يعني ما فما المركز الثاني كيما المركز الاخير بالنسبه للنادي الاهلي. اي حد مكاني ما كانش يتوقع ان هي تيجي في الوقت ده او هي تيجي في اللحظه دي، ف مع كمان حته القضيه ممكن، فده حاجات سبحان الله ربنا هو اللي مجمعها مع بعض اللي هي تحصل يعني. فكلها توفيق طبعا من عند ربنا الحمد لله. وعدنا الجمهور اللي احنا نجيب البطوله، والحمد لله جبنا البطوله. هو الجمهور هو على طول في ظهرنا، عشان كده احنا بنلعب عشان خاطر الجمهور. حاجه تفرح اما تكون البطوله التاسعه، حاجه تفرح وعبال العشره باذن الله. العشره ممكن باذن الله، وكاس العالم للانديه ممكن باذن الله. Thank you.